ما هو الاحتلام؟ وما حكم الاحتلام أثناء الصيام؟ الاحتلام هو خروج المني عند الرجل وخروج الإفرازات عند المرأة أثناء النوم بشكل لا إرادي، ويكون الاحتلام في سن المراهقة عند الإنسان، وهو السن الذي يكون فيه الإنسان مقبلا على البلوغ. جدير بالذكر أن الاحتلام قد يحدث مع إنسان في وقت من الأوقات بعد البلوغ، وغالبا يكون الاحتلام مترافقا مع أحلام جنسية أو تخيلات جنسية، ويحدث غالبا نتيجة وقوع الإنسان تحت تأثير المثيرات الجنسية أو نتيجة مرور فترات طويلة دون قضاء الشهوة عند الإنسان. ما حكم الاحتلام أثناء الصيام؟ يتبادر إلى الأذهان السؤال التالي: ما حكم الاحتلام أثناء الصيام للمرأة والرجل في الإسلام؟ وفي هذا السياق يمكن القول أنه لا فرق بين المرأة والرجل في حكم الاحتلام في نهار رمضان. هنا يمكن القول أن العلماء أجمعوا على أن الاحتلام في نهار رمضان لا يفسد الصيام سواء كان المحتلم رجلا أم امرأة، وهذا راجع إلى أن الاحتلام ليس بإرادة الإنسان، إنما هو ظاهرة تحدث خارج طاقة الإنسان وطاعته. وقد قال تعالى في محكم التنزيل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقد سئلت اللجنة الدائمة عن حكم الاحتلام في رمضان فأجابت: من احتلم وهو صائم أو محرم بالحج والعمرة فليس عليه إثم ولا كفارة، ولا يؤثر على صيامه، وعليه غسل الجنابة إذا كان قد أنزل منيا. وقال ابن قدامة في كتابه المغني: لو احتلم لم يفسد صومه لأنه عن غير اختيار منه، فأشبه ما لو دخل حلقه شيء وهو نائم، والله تعالى أعلم.